نعى مكتب فضائية نورسات الأردن الفنان القدير جميل عواد الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد معاناة مع المرض. وقالت الدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين إن رحيل الفنان عواد يعد خسارة كبيرة للوطن وخسارة للفن الأردني والعربي الذي كان جميل أحد رموزه، مشيرة إلى أن الراحل حظي بمكانة كبيرة في الفن من خلال أعماله الدرامية التي جسد فيها قيم الشجاعة والكبرياء والفروسية. كما تتقدم الدكتورة السمعان بتعازيها الحارة لزوجة المرحوم الفنانة جولييت عواد وأهله وزملائه ومحبيه، سائلة المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وكان المرحوم جميل عواد عضوا بنقابة الفنانين الأردنيين وقد شارك في مهرجانات محلية وعربية وعالمية، كما قدم برامج تلفزيونية وأعمال مسرحية تزيد عن 66 عملا، ونال خلال مسيرته الفنية العديد من الجوائز التقديرية.